السلام عليكم، اخباركم ايه؟ انا دلوقتي ممكن تلاقوني مقلق شويه عشان الزوز. انا هاخد رايكم بقى، لازم حد يبقى واقف جنبي. الزوز طول ما انا طالع نازل عمال يقول لي ارفيع يرضيكوا. انا بس انا بشاهد ايه، عمال بيتريق على خلق الله. دي مش خلق الله يا زوز، ما ينفعش كده. طول ما انا طالع ونازل عمال تقول لي ارفيع ارفيع، ما ينفعش. وانت كل مرات سيبك لي واش تبكي في هذا الحجر، ما بقيت تعمل. طب اعمل ايه يا زوز؟ طيب ما دي بتاع يعني خلقة ربنا، نقول له لا. لا لا، وشوف اللي احنا ربي كاع كنا احنا الخلق ديال الله سبحانه وتعالى. غير انت عندك شي شويه ديال الخلق. مره هذا لابس الحوايج ديال الشتا، مره لابس الحوايج ديال الصيف. مالك بركب يا زوز؟ مالك؟ وكيما ديال المعيزات. ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا للمعيز وستوب. لا لغايه المعيز وستوب. لا مش للدرج. ايوه لا لا، ولا رجلي. لا بلاش بقى، يعني انت طالع على جوز بنتك. انا لو طلعت على بنتك دلوقتي وقت انت كتر بنتك عليها فردتين معيز، ما اقول لك انت تبقى عليها تخينه تخين كيش بول بابا. ايه ده؟ لا ما اقدرش اتكلم صاحبي. ما اقدرش يا زوز. انا واخده احسن من طاقه. أيوة. في جسم باباك الجمال، منطقة الرجل. الرجل. سمباتيك. الناس سمباتيك. جيب سمباتيك. أعطيكي جيد. يبحثك جوج ديال العمدان اللي كيلاكلوا بهم الشينوا. بابا. إيه ما في. استني بس. أمك ودتنا الشينوا. استني. أنت ليش عليها كده؟ أعطيكي جيب إحنا. بتقول لي رجلك شبه العصايتين اللي كاتلوا بها السنين. لأن بيتعصب. مالهم؟ لأن عرفتي علاش؟ مال متغازين ليه؟ متغازين؟ متغازين ركبي. عمرو خالد من فوق وعمرو دياب من تحت. الله أكبر. عايزين إيه؟ الله أكبر. أغني لكم تملي معاك؟ خليك أنت نور الدين منورنا. والله بص نورك زاد أهو. طب ما تيجي تقعد جنبي، تعالى. والله لا أنت داخل معانا في الدنيا. تعالى. السلام عليكم. أيوة أهو نور الدين يا جدعان، ده جوز أخت مراتي. أبو سامي. أبو سامي. هو ده أبو سامي بقى. اللي بياكل أكل البيت كله. ما كنتش أنت كان راه طلع لدارو وجاب دابا. أنت المهم عندي زوج طلعت. استنى يا زوز استنى، ده موضوع كبير. أنت خرجت النهارده من غيري؟ سلمت. لا نور الدين يا جماعه يعني يعتبر ما بيفهمنيش قوي، صح ولا لا؟ اه اوكي شو بفهم. بتفهمني شويه صح؟ شويه. انا مش يعني انا مش بعمل كده يا جدع. انا عرب. تعالى قرب. راح فين؟ اتخضيت ليه بس؟ تعالى رحت فين؟ فين مشيت؟ احسن المدينه وجيت. على المدينه وجيت. رحت للدار؟ تجيب ايه؟ بطيخوشه. جبت البطيخ الدلاح. لا داليا ما تحشاني. حشت الدلاح يعني. هو حشبيتك بيتك. انت ما صدقت احنا قلنا ان نفسك فيها نور. قال لي ايه؟ قال لي نفسي اوصل ما تستناش ترسل الحجر على حقك الامنيه ديالك. يلا مش يجيب لنا كورونا ويجي. يلا ينفع ينفع الموضوع. ينفع نور تسيبني نايم وتمشي لوحدك؟ والله حشومه حشومه والله. مره اخرى. انا وحش. الحلقه القادمه والنبي تعالى يا نور. ربنا يستر. عسل ابيض ولا عسل اسود؟ لا عسل ابيض. انتوا ما عندكوش عسل اسود في المغرب. انت كل شويه تطلعي قدام الكاميرا عايزه تظهري انت يا روب، عايزه تظهري معاك. نور الدين ما صدق. ما تخافش، دي مش اتاكلوا اتاكلوا. انت ما بتحبش تتصور يا نور؟ لا. انت فهمتني؟ لا فهمت. قلت لك ايه طيب؟ مش قلت انا بتصور. انت فهمتي؟ انا فهمت. انا ببص، انا بحس نور الدين، بحس هو ممكن هو ما بقاش فاهمه، بس بحس هو عايز يقول ايه من رياكشنات وشه. طب انا عارف هو عايز يقول. زوز بقى نرجع لمرجوعنا من هنا ورايح قدام الناس اهو. بعد اذنك يا زوز يا حبيب قلبي، ما تعايرنيش وتقول لي يا رفيع. انا مش رفيع. ده تاكل ما بقوش نايم. انا باكل. انت غير تاكل والو. باكل. مش باكل بسكوت بالملح فوق. لا مش باكل برنجل هي دي. مش باكلها. ماشي صافي. برنجل والمناطه هي اللي كتشرب. طب اعمل ايه طيب؟ كل ما
الماكله اللي كنديروا ما حنا كنديروا. طب ما انا باكل. اش كتاكل؟ باكل. لا حنا عندنا لك فرخه وانت بتقول الفرخه روحي بحقك. بكوكي بكوكي بالليل اش عليها وي. واش غدير؟ يا زوز. وانت ساكن ليا بضيعه فراخ. صباح فراخ وفي العشية فراخ ما بغيت تاكل شي حاجة هجبلك بيض فابور هبطلو منين يا هبطلو وبنته جاية كان من شوية تقول لي الجلابة الجلابة انت قلت لي ايه اسمها؟ الجندورة الجندورة ايه الجندورة دي يعني العباية؟ العباية التانية بقى اللي حصلت انت قلت لي كلمة كده اسمي طبعت لي بجافيل بايه؟ جافيل بجافيل يعني عرفت بقى بعديها بشويه ان الجافيل ده هو الكلور يا اختي ما تقولي كلور يا اختي يا اختي ما تقولي كلور انا ناقص نقطه هتنقط لوحدي كفايه لحد السحر لا ده بقى المشكله الكلور عندنا في ممشي تي طالع بالكلور في الحيط يا حاج انا قربت اعمل بيبي كلور اصلا وما تزيدوش فيه احنا كنقاو غير بعد مره الطبله ملي كتكون مطبعه مثلا بشي حاجه كنمسحوها ماشي بس خلاص الكلور بقى كفايه بقى احنا جسمنا كله عمال ماشيين عمالين بنتعقم احنا اصلا لوحدينا ماشي احنا اصلا معقمين انا لو عطست دلوقتي في وش واحد كده انا بعقمه كده مش هجيب له المره كده انا هعقمه فخلاص بقى وعقم وردي راه كان برا لا هو راه مش عقم باروجه لا ده انت رحت ايه المدينه شفت طوبيس شفت طوبيس طرامواي طرامواي شفت طرامواي وشفت طوبيس ايه طرامواي وطوبيس الاثنين الجوج انت ماشي بتلعب بقى طبعا وحشاك المواصلات بتاعت البلد فقلت يلا بقى اركب ده شويه واركب ده شويه ينفع مش تيجي تاني حلفان فينا ايه ده حلفان فينا ايه حلفان فيه حلفان ماشي حلفان حلفان حلف زي ما حالف علينا حلف علينا تيجي تمرنا ليه يا صاحبي بس لا يا صاحبي ما هياكلوا وش مش هينفع المهم دابا الا حصلت شي حاجه غنعرفوا نرديه لا بقول لك احنا بص بقول لك خلاص قربت في الحمام فمش توصل ما تطلعش من البيت خلاص بقى رحت جبت حوايجك يابا شكرا شكرا احنا دلوقتي اصلا في موضوع لازم نخلص منه يا زوز ما تعايرنيش بعد كده تقول لي يا رفلا الناس هتقول لي في الكومنتات اهو وهيبقوا معايا مش هيبقوا معاك عارفين لما الكورونا اللي مش جابها هو لي تبدلت من دوك الكعيبات عندك دوك الكعيبات اللي عليا ما كان يطلع عندك الكعيبات الرجيلات مالك برجلي طيب دوك الفراقيش عاجي عاجي راه حنا كاملين عندنا انت وانا وبابا لا بس انا ما ركبي زوينه رياضي ما شتيش ركب بابا كي داير طالعه في الكاميرا هادو كنخدموهم بشنيخه الا شنيخه كيف ضو هذا اللي كنلقاو به السنان يا زوز انا لسه ما خلصناش الفيديو دابا انت عاد كتسمع على الطبلات الفطور اين فوا حنا نساليو الماكله ديال الدجاج غناخذو ركب انت بتضحكي يا ميمه انت قاعده تضحكي وتمشي لا خاطر جبت لك معنى الكردو انت قاعده بتترجمي يا زوز واش انت ما بغيتيش تاكل يا زوز انا سيدي عاجبني هكاك ماشي مشكل يا زوز خلقت ربنا ما تتريقش على خلقت ربنا خلقت ربنا وانت راك دوك المصران معجين من مسلكهم ديال شي حد اخر ولا ما كي جلس كي دوك المصارين ماشي ديالك يابا يا انا يما دابا انت ما بغيتيش دابا بغيتي يجلس يحطر تيقول لك انا شبعان باقي ما دار والو طب اعمل ايه طيب مفيش نفس اعمل ايه طيب مفيش نفس انا ما هوش مغير بقول لك يا زوز عشان بس ايه يا جدعان يا جدعان ما ينفعش كده كومنتات احس ان انتوا جنبي عشان الزوز مستفرد بيا في الحجر الصحي وربنا الناس غيقولوا لك شوف وتلقوا الله شوف وتلقوا الله باش ياكل مزيان راه ما كياكلش ما كيبغيش ياكل بتولي ودنيه ما كيبغيش ياكل حكى مين حكى سمعت نقطه الاسانسير لا اكيد كنت طالع على الدرج لا ما تحسبوهاش ما تحسبوهاش في الفيديو انا بهرج بس انا بفك شويه كده عشان اخلي الزوز ينسى ان هو عايز توكي على نفسك ودابا المشكل لا دابا بغيت غير نعرف كيبقى فيك الحال ملي كيتريق عليك لا يعني ابويا يعني هعمل ايه؟ وكان نور الدين انا كنت خير لا نور الدين هحميك بالعافيه لو فكرت هحميك بالعافيه انا بقول لك هفعصه شو احنا لو
بغيناك غير باش تاخذ العبره منا. شوفنا وديتكم شوف يا زوز انت تبارك الله. انا مش بحسد بس هي الفكره ان انتوا بتنزلوا مثلا لو في رمضان، لو بنتكلم في رمضان الفطار بينزل مفيش، يعني احنا خلصنا الفطار بقوم اغسل ايدي برجع بلاقي تبارك الله بلاقي صنف تاسع، يعني بلاقي اصناف تانية غير اللي انا كنت يعني اللي انا قلت ان دابا احنا اش كنديروا الصنف ديالك ان احنا مش متعودين كده يا جدعان، بس هي دي الفكره. لا لا كتاكلوا حتى انتما، انت اللي ما كتاكلش. انا شفت السفره بتاعك ماشي بس انت ما كتاكلش. ما يعني احنا ممكن مثلا ايه، احنا في الغداء الطبيعي بنتغدى، يعني ابويا هكلمك على ابويا بنتغدى بعد كده كوبايه الشاي الدنيا تهضم شويه ساعه خلاص بقى الدنيا تهضم الفاكهه تنزل تبدا الفاكهه كده على يعني احنا بنتغدى الساعه 5 او الساعه 4 شاي الشاي بيبقى لسه بقى طعمه في البق فنقول 6 هوبا 7 العشيه دي العشيه بتاعتنا 7 دي تمام فنبدا بقى ايه نخش في الفاكهه العشاء ده بقى عندنا مثلا ممكن يبقى في الساعه 10 11 كده وبرده مش يعني مش كده ها هنرجع لمرجوعنا. بس يا جدعان الزوز بيتريق عليا، خليكم وقفوا جنبي، انا عارف مين اللي هيقف جنبي وعارف ان الناس هتكتب كومنتات والزوز بيقرا كل الكومنتات، يا ريت تسمعوا الزوز بقى يعني او تقولوا له يخليه يهدى عليا شويه ماشي. اسمعوك انت خلاص بقى زوز، احنا هنسيب الكومنتات للناس وهي اللي هتقول لنا. واللي قالوا الناس هتديروا اللي هديروا الناس اللي هيقولوا الناس انا هدي. قولوا لي ياكل راه ما كياكلش ما كياكلش مستني. قولوا لي قلل انا هستنى الردود في الكومنتات. ما تتكسفش وما تكسلش، اكتب لي انزل كده في اخر الفيديو، افضل انزل انزل هتلاقي مكان الكومنت، اكتب انت معايا ولا مع الزوز، ولكن وعد بالله اللي قالوا لك هديروا ان شاء الله. شوف احنا غنشتكي تاني، احنا انا ما درتيش غنشتكي بك انا شاهد انت شاهد هحميك انا بقول لك. هنستنى الناس في الردود في الكومنتات ونشوفكم على خير. سلام عليكم.